يمتهن إصلاح الدراجات النارية وسط هذه الورشة لمساعدة أسرته في توفير متطلباتها المعيشية بمدينة قعطبة بمحافظة الضالع. هنا حضرت قواه الفنية والجسدية وبقي قلبه معلق بمواصلة التعليم ورسم معالم المستقبل الذي يتوق إليه إن تحسنت أوضاع أسرته وحال البلاد حتى تعبيره. كنت أتمنى أني أكمل الدراسة، بس لكن مع سبب الارتفاع والغلاء لا يمكن أني أستطيع الدراسة أكمل الدراسة. الشغل اللي أشتغله من الصباح للمساء أنفق به الرزق، الرزق اللي أدخله أنفق به للبيت. مع امتداد ربع قرن من الزمن تواصل المعلمة أفراح رسالتها السامية متنقلة بين عدة مدارس لتعليم الصغار مادة اللغة العربية بمدينة قعطبة. فترة زمنية شاخت فيها أحلام الكثير، لكن همة أفراح لم تشخ إيمانا منها بسمو الهدف والغاية، تغرس العلم في نفوس الطلاب وتربيهم على الفضيلة، وكل أمنياتها أن تشفع لها سنوات التطوع وتنال حقها في التوظيف والمكافأة. لعشرون عاما وأعمل متطوعة في المدارس، وأيضا للأسف الشديد لم أحصل على أي مقابل ولم أحصل على وظيفة. نطالب ونناشد الحكومة أن تنظر إلى المتطوعين اللي في المدارس. نمر بأسوأ الأحوال، سواء حال المعلم أو حال الطالب أو حال المدارس، فالمدارس بعضها تقع في خط التماس وقد نالها ما نال، ولذلك أدى هذا إلى تسرب الطلاب، أدى إلى الإخلال بالعملية التعليمية. اليوم نحن نحتاج إلى التفاتة من الجهات المختصة من أجل أن نعمل عملية إنقاذ التعليم. وأشهد أن محمد رسول الله. بطريقة بدائية يتلقى المئات من التلاميذ تعليمهم وسط ظروف قاسية. وهنا لا معلم ولا طلبة، عشرات المدارس خرجت عن الخدمة جراء تعرضها للتفجير الحوثي أو القصف واتخاذ بعضها ثكنات عسكرية في أطراف قعطبة، وهي ضمن 2600 مدرسة تعرضن للتدمير على مستوى اليمن بسبب الحرب حسب منظمة اليونسيف. وفي اليوم الدولي للتعليم يمر التعليم في اليمن في أسوأ فترتيه، معيشة صعبة ورواتب المعلم يبلغ أقل من 60 دولار بعد أن كان يساوي 400 دولار قبل الحرب، ونحو 3 ملايين طفل تقودهم الحرب نحو المجهول إذ باتوا خارج الدراسة حسب إحصائيات لمنظمات دولية. الحرب الدائرة في اليمن أجبرت أرباب الأسر على إخراج أطفالهم من المدارس إلى سوق العمل.